وهتتصل بحد قريب منك وتسأله نفس الأسئلة ونشوف إجاباته مطابقة لإجاباتك أو لا. أوكي. أكتر أكلة بتحبها وعادي لو هتاكلها كل يوم. البسلة. بسلة. لو عندك فرصة تختار لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معي هيكون مين؟ مين اللاعب العالمي؟ لاعب عالمي راموس. ولاعب قديم. أو كريستيانو يعني واحد فيهم. ولاعب قديم. لعيب برضو برا. لعيب برا. هختار برا قديم زيدان. لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه او تمثل في فيلم ايه او مسلسل ايه؟ دور اقرب بقى لشخصيتك. مش عارف. ممكن اختار فيلم تيتو مثلا احمد السقا. حاسس انت احمد السقا وبتاع. حاسس انا نفسي احمد السقا. لو هتفتح محل اكل هيكون محل ايه؟ اكل مشويات. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد. اول حد بتكلمه لما بتكون مخنوق؟ مراتي. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ في البلاي ستيشن مالك ابني. لا والله. لا لا دي اجابه بقى يعني مش على البال خالص خالص. كلهم في البيت عارفين الحوار ده. مش عارف بس تقريبا هو ممكن يبقوا عارفين. لما بتكون عايز تفصل بتعمل ايه اول حاجه بتعملها لما بتكون عايز تفصل؟ خلاص ما ببقى عايز افصل بقعد لوحدي. ما تكلمش اي حد؟ لا خالص. ما بحبش اكلم حد خالص لما ببقى عايز اقعد لوحدي كده وافصل مع نفسي. المدرب الوطني والمدرب الاجنبي؟ الاجنبي طبعا. ليه بقى؟ انا مقتنع ان المدربين الاجانب في مصر هنا بالذات احسن لان احنا هنا بنيجي على الناس الوطنيين بشكل كبير وبيضغطوا وبياخدوا باراء السوشيال ميديا والضغط بيأثر عليهم فالمدرب الاجنبي ما عندوش الحاجات دي. وحتى المدرسة الأجنبية ممكن تبقى مختلفة شوية عن المدرسة الوطنية. احنا لسه محتاجين وقت شوية عشان نوصل للفكر ده. الكيو كاردز معاك هتسأل نفس الأسئلة دي. هتكلم حد دلوقتي قريب منك هتسأل نفس الأسئلة, الأسئلة بالظبط. هتكلم مين الأول؟ هتكلم حد بسأله نفس الأسئلة. هتكلم بقى مراتي بس مش عارف هتعرف تجاوب. هنجرب بقى كده مع بعض نشوف عارفك قد ايه. تبقى مشكلة دي. حطها سبيكر. الو يا بنتي انت بتردي على طول كده. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. بصي هسالك اسئله كده انا جاوبت عليها. عايزين نعرف انت هتعرفي تجاوبي عليها ولا لا زي ولا لا فما تكسفيناش. بصي اكتر اكله بتحبها وعادي لو هتاكلها كل يوم. اكتر اكله انت بتحبها؟ اكتر اكله انا بحبها مش انت. ها انت بسله صح. طب لو عندك فرصه تختار لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معاه ممكن تختار مين؟ مش هتعرفها صح. لاعب عالمي راموس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت مغششها يا كابتن. انت مغششها. انا اعرف الاسئله والله ما اعرف الاسئله. لاعب قديم يعني من مصر؟ لا اجنبي. مش ما انا قلت راموس ولا حد تاني ولا ايه؟ هنعتبر الاجابه صحيحه. انا راضيه يعني. خلاص ما تقوليش بقى القديم انت كده كده مش هتعرفي اللعيبه القديمه يعني. حلو يا انت كده نجحتي. طب بصي لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه؟ يعني دور ايه في فيلم ايه؟ تبقى صعبه دي برضه. ايه تمثل اكشن؟ مثلا يعني انا ممكن اكون بحب مثلا ممثل عامل ازاي عشان انت مثلا بتحب احمد السقا؟ لا 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 كده دي حاجه غلط. الحمد لله كده 3 من 3. طب بصي بقى في برضو كام واحد صعبين كده فركزي بقى. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ انت هتفتح لحوم. يعني تمشي شويه لو انت مشويات. ايوه ستيك. يعني مشويات قريبه يعني مش بعيده. طب ريال مدريد ولا برشلونه؟ سهله دي. لا ريال طبعا. طب اول حد هتكلمه لما بتكون مخنوق؟ انا طبعا. ثقه طبعا. لا ما خلاص بعد كل ده لازم تبقى يعني هي طبعا. طب مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ مالك يا لهوي شاطرة. كل البيت عارف. قلت كده. انا قلت كده. دي الحقيقة. دي قالت لي كل البيت عارف قلت لها مش عارف هنشوف. طب لما بتكون عايز تفصل بتعمل ايه؟ عايز تفصل؟ عايز افصل كده بعمل ايه؟ مش عارف. انت مش عارف تقعد
انا قلت انا قلت بقعد لوحدي كده مع نفسي يعني. الاخيره دي معاها برضو ولا المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ الاجنبي. جدع والله، انا قلت الاجنبي برضو. انا مش مصدقه البكره دي عامه. لا يعني لا لسه 10 من 10. انا مش مصدقه البكره دي والله. شوفي بقى انت عايزه ايه وانا راجع. ايوه انت اطلبي اللي انت عايزاه خلاص. ابعتي لي بقى انت عايزه ايه وانا راجع اجيبهولك وانا جاي بقى. ماشي يا بنتي، ميرسي، باي باي. نورتني يا كابتن جدا، وانبسطت جدا جدا بالحلقه معاك. يا رب نكون كنا خفاف عليك واتبسطت جدا. لا جدا والله، من احسن الحلقات اللي عملتها، وانتوا شرفتوا ونورتوا، ويا رب الحلقه تكون عجبت الناس، وان شاء الله كده دايما على طول نشوفكم على خير، وحلقه كده قريب تاني بقى، ما تبقاش عندنا كتير. لا لا ان شاء الله دايما. مبسوطه جدا ان انا كنت معاك يا رب. والله انا كمان اكتر. تحب تقول ايه بقى في الاخر للجمهور؟ لا طبعا بقول للجمهور طبعا، يعني نفسي طبعا زي ما بقول لك الناس كلها يبقى فيه هدوء كده. العمليه مش مستاهله. كل جمهور يركز مع ناديه ويشجع ناديه عشان نبدا تاني. الجمهور يرجع تاني للملاعب المصريه. وجمهور نادي الاهلي طبعا بخصه طبعا بالشكر والحب، والناس دي اكتر جمهور بحبه في حياتي، ودايما كده في ظهر النادي الاهلي، ودايما سبورت اللعيبه عشان يقدر اللعيبه تشتغل والجهاز الفني ومجلس الاداره يشتغلوا ويقدروا يحققوا بطولات للنادي بس. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والشعب المصري بخير، والامه الاسلاميه، وربنا كده يعيدوا علينا على طول بالخير ان شاء الله يا رب. مشاهدين